بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ معاكم الدكتور عمرو زامل. في الفيديو ده يا شباب احنا هنكمل حاجة اسمها Event Driven. في انواع كتيرة من Event Driven. في الفيديوهين اللي فاتوا احنا اتكلمنا عن نوع واحد بس اللي هو الاكشن Event، وخدنا ازاي نعمل الايفنت هاندلر بثلاث طرق مختلفة، الانر كلاس والانومينس واللامدا اكسبريشن، وقلنا اللامدا اكسبريشن يعتبر اسهلهم. احنا دلوقتي هناخد انواع. هل بس وانا الايفنت اللي عندي في الجافا بس ان هو زرار اضغط عليه يبدا يعمل اكشن؟ طب افرض مثلا انا عاوز احرك الماوس، مثلا لما احرك الماوس يبدا يعمل اكشن، لما اضغط على الكيبورد نفسها اضغط على حرف الاي يعمل حاجه، حرف الاس يعمل حاجه تانية، هل ينفع اعمل كده؟ ينفع. ونفس الاكواد تقريبا نفس الاكواد او نفس الطرق، هو الاختلافات بسيطه. فتعالوا نعمل كده، انا عامل جدول كده بسيط ومختصر يوضح لكم الفروقات. لو انت عاوز تعمل كليك مثلا، كليك على اي حاجه، بوتون، تكست فيلد، راديو بوتون، تشيك بوكس، كومبو، اي نوع من انواع الزراير عاوز تعمل كليك مثلا عليه، فهو ده الاكشن ايفنت اللي احنا خدناه. هتعمل اللي هو تعمل زرار مثلا، او هتعمل الاوبجكت وبعدين تقول له سيت اون اكشن، وطبعا جواه بنستخدم حاجه اسمها لازم تعمل امبورت للايفنت هاندلر والاكشن ايفنت. وطبعا ممكن تستخدم طريقه اللاندا اسهل بكتير، هتقول له سيت اون اكشن وتعمل ايه سهم وتبدا تكتب الكود على طول. بس لا، احنا كاتبين كده ليه يا شباب؟ عشان تبقى عارف انك هتعمل امبلمنت للايفنت هاندلر والاكشن ايفنت. ولو انت عاوز تعملها بطريقه الانر كلاس عادي، هتعمل كلاس اسمها اسم امبلمنت ايفنت هاندلر، وتبدا تعمل هاندل وتبدا تعمل الكود اللي جوه. طب ده اللي احنا خدناه. طب افرض انا عاوز لما اعمل ماوس بريس يعمل حاجه، ماوس ريليز، ماوس كليك، ماوس موف، ماوس دراج. طب انا هركز بس على حته موف مثلا. لو انا عاوز اعمل موف يبدا يعمل اكشن معين لما اجي احرك الماوس، او دراج. ايه الفرق بين موف ودراج يا شباب؟ ان دراج انك تضغط وتبدا تسحب فيبدا يعمل اكشن معين مع السحب. كليك دي يا شباب هي نفسها نفس السيت اون اكشن، عامله زي بالظبط السيت اون اكشن، بس الفكره ان في الماوس كليك بتديك معلومات، يعني بتديك ايه؟ بيديك حاجه اسمها ماوس ايفن، بيديك معلومات اكتر من الاكشن ايفن، مكان الماوس فين وحاجات زي كده. تمام، ممكن نشوفها لما واحنا شغالين عمل ان شاء الله. ريليز وبريست هي بقى افرض لو انا عاوز لما اضغط يعمل حاجه ولما اعمل ريليز يعمل حاجه ثانيه، فمش هتعمل سيت اون اكشن، لان سيت اون اكشن كليك لازم تضغط وتشيل. تمام، ففي دي الانواع المختلفه. فانت لو عاوز تعمل مثلا كود لما اعمل موف مثلا يبدا يحرك حاجه، فتعمل هنا ماوس موف، هتعمل طبعا الاوبجكت بتاعك لما ماوس موف على مين، على الزرار ولا على التكست فيلد ولا على البين نفسه. ممكن اعمل لما اتحرك على البين نفسه او السين نفسه، النود او السين مفيش مشكله. فانت هتعمل حاجه الاوبجكت اللي لما الماوس يتحرك عليه، في الغالب بيبقى سين مثلا لما اتحرك على السين، فتكتب هنا السين انت مسميه ايه، مثلا مسميه اس، فتبقى اس دوت سيت ان ماوس موف، وتبدا تعمل بطريقه اللاندا اسهل حاجه اي سهم وتبدا تكتب الكود. ماشي، عاوز تعملها بالطريقه دي مفيش مشكله، اللي هي تعملها بالطريقه دي، بس طريقه اللاندا اسهل بكتير. طب ده كده الماوس. هل ممكن اعمل لما اضغط على حرف الاي في الكيبورد يعمل حاجه؟ في حاجه اسمها كي ماوس اللي هو بتعمل حاجه سيت اون كي بريست. يبقى تلاحظوا هنا سيت اون اكشن، سيت اون ماوس موفد، او سيت اون ماوس دراجد، او ماوس بريست، او ماوس كليكد، او ماوس ريليز. هنا هتلاقي سيت اون، هتلاقي سيت اون دايما شبهه في الكل، هتلاقي هنا كي بريست. كي بريست يعني لما اضغط على، سواء بقى انا ضغط على لوحه المفاتيح وانا واقف على الزرار، تمام، او واقف على السين، في الغالب بنكون واقفين على السين، فبتكتب هنا السين مثلا اس دوت سيت اون اكشن، وتبدا تعمل طريقه اللاندا تقول لما اضغط على المفتاح كذا اعمل كذا. بيديك هو حاجه اسمها كي ايفنت. كي ايفنت، الكي ايفنت بيبقى فيه معلومات انت ضغطت على انهي لوح رقم في لوحه المفاتيح، هل ضغطت على حرف الاي او البي او السي او السهم او ايه بالظبط. في بريست وفي ريليست وفي تايب، في الغالب بتستخدم تايب اللي هو تايب اللي هي عامله زي كليك بس على لوحه المفاتيح، لو ضغطت على حرف الاي في لوحه المفاتيح. طب يبقى هو نفس الطريقه تقريبا، بس بدل سيت اون اكشن بقى في سيت اون ماوس، ريليز او بريس او كليكد او موفد او دراج، وبالنسبه للكي ماوس بقت سيت اون كي بريسد او كي ريليز او كي تايب. ده الفرق ما بينهم. فتعالوا ناخد امثله على طول عشان توضح الفكره. اول حاجه ان انا عاوز مثلا اكزامبل موف تكست هالو باي ماوس، ان انا عاوز احرك كلمه هالو باي ماوس. ففي اوبجكت اسمه تكست، تكست ده بيعمل تكست وبتدي له انت الاكس والواي اللي يظهر عليه، فتكست وتدي له مثلا سميته تي نيو تكست، وتدي له مثلا دي الاكس والواي وكلمه هالو، فده نص. هبدا طبعا اعمل بين، انا هنا ممكن تستخدم اي نوع من البين،
فانا هنستخدم الجنرال بين بين بي بيساوي نيو بين. طبعا في انواع اللي هي الاتش بوكس الفي بوكس في البولدر ممكن اي نوع بس هنا البين الجنرال احسن او الاستك بين مفيش مشكله. فبين بي نيو بين هتبدا طبعا هتضيفه على اضيف التكست على البين ده وتبدا تضيف البين على السين وتبدا تضيف على السين ده على الستيج اند سون. ده جي اي، ده انا بحب اخلص الجي اي الاول وبعدين اشوف الاكشن. الاكشن هنا انا عاوز ان اون ماوس موف. مين بقى الماوس موف على مين؟ على البي اللي هو على البين. لما احرك الماوس وانا واقف على البين يبدا بطريقه اللاندا اكسبريشن انا عاوز احرك التكست اللي انا سميته تي. عشان احركه هشوف هاخد الاكس وازود عليه بنفس اقول له جيت اكس وست اكس طب وجيت واي وست واي. هو كده انا زودت؟ لا كده ما اتحركتش بصراحه. هو المفروض اعمل ايه؟ انا غلطت هنا. المفروض عشان ابدا احرك ارجع مثلا مزود وليكن 2 بكسل هنا مثلا. لو انت زودت على الاكس بس ايه اللي هيحصل؟ لو انت زودت على الاكس بس كده هيمشي في اتجاه افقي بس. طب لو هنا اتجاه واي هيبدا يزود واي. طب الواحد يقول لي انت ما زودتش. لا اللي انا عملته ده غلط. انا بس كنت بقول للناس انك بتجيب جيت وتبدا. بص انا خدت الاكس منين يا شباب؟ بص يا شباب اي دوت جيت اكس. مين الاي؟ الايفنت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هات الاكس بتاعه الايفنت اللي هو مين الايفنت؟ اللي هو الماوس. يعني هات لي احداثيات الماوس حطها لي بقى في مين؟ تي دوت ست اكس. يبقى انت مش محتاج تزود. المره اللي فاتت منه كنت لما اضغط فبقول له هات الضغطه دي مش بحرك الماوس فبقول له بقى هات الاكس اللي موجوده وضيف عليها وابدا احطها. فكنت بقول له حتى تي او لو حد فاكر باخد تي سي لو حد كنت عملناها على السيركل سي دوت جيت اكس وابدا ازود عليها وابدا اضيف. انما هنا عاوز ايه؟ انا عاوز اخد احداثيات الماوس اللي هو موجود اجيبها منين؟ من الايفنت. الايفنت فيه شويه معلومات فاقول له اي دوت جيت اكس وابدا اضيف اي دوت جيت اكس ابدا اضيفها لمين؟ للتي. مين التي؟ التكست. نفس الكلام بالنسبة للواي. تعالوا ننفذ الكود ده عملي عشان تبقى الموضوع. ناخد الكود اللي جوه الستارت بصراحة بس الكود اللي جوه الستارت بس وممكن اروح جاي داخل على النت بينز وابدأ اشيل الكود اللي جوه الستارت وابدأ احط الكود بتاعي. طبعا هيقول لي التكست دي مش متعرفة ابدأ اضيف له اللي هو لازم جافا فيكس تكست وهيقول لي البين مش متعرف اقول له ضيفه. تمام يبقى كده عملنا التكست تاني وعملنا البين وعملنا سيت اون ماوس مود وقلت له لما هات بقى الاي دوت جيت تكست هات الاكس منين؟ منين يا شباب؟ من الماوس. واقول له حطها فين؟ في التي. مين التي؟ اللي هو التكست طبعا. والتي رحت جاي ضايفها لازم عشان تظهر حطيتها على البي اللي هي البين جيت شيلدرن دوت اد وحطيت البين على السين والسين حطيته على الستيج وقلت له شو. طب نقفل بقى اللي كان شغال قبل كده مثال قبل كده نقفل الامثله اللي قبل كده نبدأ نشغل. اهو بص يا شباب بمجرد ما بتحرك الماوس اللي يحصل شايفين اللي بيحصل لكلمه هالو بياخد الجيت اكس والجيت واي. اهو الكود بتاعنا يا شباب بياخد الجيت اكس من الاي من الايفنت بتاعي اللي هو الماوس موف ويبدا يحطه في في التي. مين التي؟ اللي هو التكس. لاحظ ان هو بيبدا يمشي معايا. طب لو انا عملت بقى بدل ماوس موف ما في دراج بقى يبقى انت لازم تتكه وتبدا تسحب. ماشي تلاحظ لو انا اتكيت وبدات اسحب مفيش حاجه بتتحرك لان انا ما قلتلوش ماوس دراج انا قلت له ماوس ايه؟ قلت له ماوس موف فهو بيتحرك مع الماوس ايه؟ مع الماوس موف التكست بتاعي بيبدا ايه؟ يتحرك. ماشي يا شباب. وفي ماوس كليك ده لو ضغطت بقى اقول له ايه ممكن اقولها ماوس كليك او ماوس بريس لما اضغط يبدا يحرك لما ببدا اضغط. فماشي يا شباب ارجو تكون واضحه اللي هي السوت ان ماوس كليك. ناخد واحد تاني النوع التاني. احنا خدنا كده الماوس طبعا جربوا انتوا بقى الماوس. احنا خدنا الماوس موف بس في بقى ماوس اللي احنا قلناه انواع تانية في ماوس بريز في ماوس ريليز في ماوس كليك ماوس موف ماوس دراج. حاول تطبق بقى بكذا طريقه وتشوف على نفس حتى المثال عشان تتعود وابدا اعمل اكشن وحاجات تانية. ماشي تغير مثلا بدل ما هي تكس خليها دايره حرك دايره خليها وانا بحرك الدايره تكبر او تصغر. غير ونوع يا باشمهندسين عشان تبدا تتعلم برمجه اكتر ان شاء الله. طب اللي بعد كده مثال تاني. افرض ان انا عاوز كليكت برضك ماوس بس لما اضغط رايت كليك بالماوس يعمل حاجه ليفت كليك بالماوس يعمل حاجه. تلاحظ انت حتى في الماوس لما بتضغط دبل كليك غير كليك بتبدا تختلف. ايه اللي هيفرق؟ يفرق مثلا عاوز اضغط لو ضغطت كليك شمال يزود الدايره ولو كليك يمين يضغط يزود الدايره. فهنعمل ايه؟ نفس الفكره هعمل الدايره واعمل البين اقول لكم على دي دلوقتي ثانيه واحده. فسيركل واعمل البين واقول له بين دوت سيت اون اكشن كليك. ايه الفكره بقى؟ هجيب بقى في انا هبدا انا لو عاوز لما اضغط بالماوس بالكليك الشمال يبدا يعمل اكشن معين يزود الدايره. هبدا اقول له هنا
هات من الايفنت في خاص قالوا جيت بوتون، هات البوتون الماوس فيه بوتون اللي هو كليك يمين ولا كليك شمال، فاقول له هات الزرار اللي انت ضغطت عليه. انا مستخدم ماوس كليك دي مش موف، المثال اللي فات كان ماوس موف، ركز معايا. فماوس موف باخد منه الاحداثيات اكس وواي، جيت اكس وواي. انما لما تقول له كليك هاخد منه انت ضغطت على انهي كليك، لانك دلوقتي كليك فانت يمين ولا شمال، فقول له هات الزرار. في بقى كلاس جوه الجافا اسمها ماوس بوتون دوت برايمري، برايمري هات لي انت ضغطت على الاساسي، مين البرايمري في الماوس اللي هو الشمال، معناها ايه؟ هات انت ضغطت دلوقتي على الماوس، طب انت ضغطت دلوقتي هات لي الزرار، هل الزرار ده هو الاساسي؟ هو ده الشمال؟ اه لو الشمال مثلا زود الراديوس بتاع الدايره اللي احنا قلناها قبل كده، جيت راديوس وزود عليه 2 وابدا اعمله. واحد يقول لي طب ما انت ما خدتش ليه اي دوت جيت اكس، هنا انا مش موف انا كليك، فكليك فانا بقول له ايه؟ هات الراديوس بتاع الدايره وزود عليه 2 وابدا احطه في الراديوس تاني. طب else if لو البوتن بتاع هات ماوس بوتن هو السكندري الثانوي اللي هو كليك شمال، لو كليك شمال يبدا ايه؟ ينقص. تمام يا شباب؟ طب دي الفكره بتاعت الماوس، الماوس كليك. امال ايه سي دوت سنتر اكس بروبابيلتي بند بي دوت ويدث بروبابيلتي ديفايدد باي 2؟ الفكره دي كلها ان احنا بس عشان نخلي الدايره تبقى في المنتصف، في منتصف البين بتاعك، فهتلاقي سي دوت سنتر اكس بروبابيلتي يعني الاكس بروبابيلتي بتاعت الاكس والواي بروبابيلتي بتاعت الواي بنت، يعني كل لو البين لو زاد تفضل الدايره دايما في النص. لو البين بتاعي اللي هو البين اهو اللي هو البين اللي هو البي دوت ويدث بروبابيلتي دوت ديفايد باي 2، يعني السنتر بتاعك ان هو بيساوي الويدث بتاع البي دايما ديفايدد باي 2، والسنتر بتاع الواي بيساوي الهايت بتاع البين مقسوم على 2 دايما، يعني مهما انا اكبر او اصغر البين دايما الحته دي الخاصيتين دوني دايما يخلي الدايره في المنتصف. ماشي؟ لو ما عملتهمش الدايره هتبقى واقفه في الانيشال، وتيجي تكبر او تصغر هتلاقيها في ايه؟ في المنطقه بتاعتك. ممكن نجربها عملي برضك، مفيش مشكله، ناخد الجزء ده كده وناخدها في الستارت، الجزء اللي جوه الستارت، وهشيل لكم بس الاول، هعمل لكم كومنت على الاثنين دولي عشان توضح اكتر. هو عاوز هنا اعمل امبورت للدايره، من الامبورت للدايره، وطبعا عاوز نعمل امبورت للماوس دي. تمام، هقول له امبورت للماوس بوتون اهي. تمام، لازم اعمل امبورت لكله كده. تمام، هاجي اقفل الاكواكود القديم وابدا اشغل، هيظهر لي دايره. تمام، طب بصوا يا شباب هنا تلاحظوا الدايره هنا، تيجي تكبر او تصغر ايه اللي حصل؟ بس عاوز اوضح لكم بس ان الاكس بروبابيلتي دي بتعمل ايه. واحد يقول لي ما انا ممكن اديله السنتر. اه انت فعلا ممكن تديله تديله السنتر والاكس والواي، يعني الدايره فيها الاكس سنتر والواي سنتر، يعني ممكن تقول له سي دوت وتبدا تقول له سيت. هوضح لكم بس، ففي سيت، في عندك في سيت راديوس، وفي عندك في عندك اهو سنتر اكس، في سنتر واي، وفي راديوس، يعني ممكن تديله الابعاد، بس للاسف دي هتبقى فيكسد. فالطريقه اللي هي بتاعت البيندنج دي طريقه مطلوب تحفظها على حاجه، هي سنتر اكس بروبابيلتي دوت بين، معناها ايه؟ ان الاكس السنتر بتاع السي دايما بيساوي الويدث بتاع البين على 2، فتيجي مهما كبر اهو. انا لسه دي ملهاش دعوه بالست اون اكشن بس يا شباب، انا اوريها لكم بس اهو. تعال نكبر، هتلاحظ ايه؟ شايفين يا شباب ايه اللي بيحصل للدايره؟ دايما الدايره في المنتصف. ايه اللي خلاها دايما الدايره في المنتصف من غير ما اعمل لها كود ولا حاجه؟ هي اوتوماتيك بتتحرك، ان دايما بتكون في نص البين بتاعي او في نص الشكل بتاعي، اللي هما ايه؟ الامرين اللي احنا كتبناهم دول. طب تعالى نرجع بقى لده. دلوقتي احنا قايلين له لو انا ضغطت كليك شمال من الاوس، طبعا المفروض انت بقى تجربه، لو ضغطت كليك شمال هتلاقي ايه؟ هتلاقي الدايره بتبدا ايه؟ كل ما تضغط كليك شمال بتكبر، يعني كل ما تضغط كليك يمين اللي بيحصل هتلاقيها بايه؟ بتصغر. ماشي يا شباب؟ وكل ما حرك زي ما احنا قلنا دي اللي هي الاكس سنتر اكس بروبابيلتي، بعمل لها حاجه اسمها بين اهي، بين واللي هي البي دوت ويدث، باخد الويدث بتاع البين واقسمه على 2. ده الفكره بتاعه المثال بتاع الماوس كليك. كده احنا تقريبا خلصنا الماوس كليك، ناخد مثال كمان بقى، بس مش على الماوس كليك يا شباب، نبدا ناخد مثال كمان بس على الكي ايفن. لما اضغط على الكيبورد نفس الكلام، بس بدل ماوس بريست هيبقى اهو يا شباب اون كي بريست. هنعمل نفس المثال اللي هو بتاع الدايره، ان انا اكبر واصغر، بس لما اضغط على مثلا ايه؟
لما اضغط مثلا على زرار معينه او بالاسهم، لما اضغط الاسهم يبدا يعمل حاجه معينه. فهتلاحظ هنا ان الدايره واعمل بين، انا بقول هنا بي سيت اون سيت اون كي بريس، بس لمين؟ للبين مش للدايره. يعني دلوقتي بقول له سيت اون كي بريس للبين، يعني لما اكون واقف على البين او فوكس على البين فتبدا تعمل، لو ضغطت على اي حرف في الكيبورد يبدا يعمل الشغل بتاعي. ازاي بقى؟ هقول له جيت كود. المره اللي فاتت كان حاجه اسمها جيت بوتون اللي هو في الماوس، انما هنا جيت كود، هات الكود بتاع الزرار الاسكي كود يعني. وفي كلاس اسمها كي كود دوت ليفت. ليفت دي يعني انت ضغطت على السهم الليفت. انت عارفين في الكيبورد في اربع اسهم، ففي ليفت ورايت واب وداون. فانا بقول له هات الكود اللي انت ضغطته بتاع الكي ده ايه، كي كود دوت ليفت. لو انت ضغطت ليفت ابدا مثلا انا عاوز احركه ليفت، فانا هزود ايه ليفت يعني هنقص من الاكس، يبقى اقول له جيت سنتر اكس ونقص 5. ونفس الكلام اقول له جيت كود واقول له ايه، لو انت ضغطت على رايت يبقى زود 5 على الاكس. طب لو انت عاوز تحركه اب يبقى هنا هزود 5 على الواي. داون يعني تزود الواي بتبقى لتحت يا شباب، كل ما تزود الواي تزيد لتحت، وكل ما تنقص 5 ينقص لتحت. في حاجه بس ملاحظه في الكود في الكي بريس بالذات، لازم تعمل حاجه اسمها ريكويست فوكس. لازم لما تيجي تشغل في اخر الستارت لازم تقول له انت فوكس على مين دلوقتي، انك واقف على ايه. انا واقف على البين. يعني ايه واقف على البين؟ يعني انت فوكس دلوقتي على البين. يعني ايه يعني؟ برضك مش فاهم. يعني معناها لو انا ضغطت دلوقتي على لوحة المفاتيح ينفذ الكي بريست اللي موجودة للبين. طبعا لو انت عاوز تعمل كي بريست لاي اوبجكت تاني لازم في الاخر تطلب ريكويست للفوكس بتاعه. تعال ننفذ الكلام ده عملي عشان الموضوع يبقى واضح بالنسبة لنا اكتر. تمام، لازم نعمل ايه؟ لازم نعمل ناخد حتة الفوكس، ناخد المثال ده بردك اهو، نبدأ نشيل ده كده. هنا في اصلا نقطه، طبعا هيطلب مني الكي كود مش موجوده. هنبدا انا اوريكم بس حاجه اهو، امبورت سين انبوت كيبات. بص يا شباب هنا انت مش مطلوب منك تحفظ كل الاكواد، في كود دي فيها كل الحروف. لو انا مثلا عاوز لو قلت له ضغطت على حرف البي، حرف الاتش، حرف الهوم حتى اللي هي على اي زرار تي مثلا بي ماشي كي، هتلاقي اي مفتاح. في الاسهم بقى اسمها ليفت، الاسهم في ليفت اللي هو السهم الشمال السهم الرايت. تمام، ده الفكره بتاعه الكيبات. فانت بتحفظ لك بتقول له هات الكود اللي انت ضغطت عليه، لو هو سوى كذا اعمل كذا، لو انت ضغطت على زرار كذا اعمل كذا. تعالوا نشغل البرنامج. طبعا ده كان بيعمل ايه؟ طبعا دلوقتي تتحرك الماوس مفيش حاجه هتتحرك، تضغط مفيش حاجه هتتحرك. انا هعملها بالاسهم بتاعه الكيبات. لما اضغط اهو الاسهم بتبدا الايه الدايره ايه تتحرك كان في لعبه. وممكن تعمل جيمز يا شباب بالكلام اللي احنا عمالين نقوله ده. تمام كده احنا خدنا الحاجات الاساسيه بتاعه خدنا الماوس موف وكليك، وخدنا اللي هو الكي. بعد كده اخر حاجه خدناها الكي، ازاي تحرك الكي اب وداون زي ما انتوا شفتوا كده، وخدنا الموف والدراج بتوع الماوس، وخدنا قبل كده الاكشن ايفنت. ارجو اكون استفدتوا بالجزء ده، وارجو انكم تطبقوه. ان شاء الله فاضل لنا جزء بسيط جدا، ازاي بقى نعمل انيميشن حركه. انتوا دلوقتي لو تلاحظوا ان احنا دلوقتي عمال اضغط على الماوس او احرك الماوس او اضغط على الكيبورد، انا بستخدم ماوس او كيبورد او اضغط على زرار اللي هو اكشن ايفنت، فكل ده لازم اضغط على حاجه عشان يمشي. هل في ممكن اعمل وانا اشغل البرنامج مثلا كده الاقي الدايره دي بتتحرك لوحدها زي الجيمز، الاقي ان الحاجه دي بتروح وتيجي او بتمشي؟ اه. هل ممكن الكلام ده؟ اه. الحاجه دي اسمها انيميشن، هناخدها في اخر جزء المره القادمه او في الفيديو الجاي ان شاء الله. انتظرونا واستودعكم الله. كان معكم الدكتور عمرو زين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.